بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام، سعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات الصباحية الخاصة لهذه الأشواط المفتوحة الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق رابع أشواطنا في منافسات سن اللقاية، شوط خاص بالقعدان ضمن هذه الأشواط الخاصة بالإنتاج. أبدأ مع البداية وأتابع الصدارة وأول المراكز الوسيل لهجنم الزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع، يتقدم الوسيل على البداية بينما أتابع معالج قادم مع ثاني المراكز لهجنم الزبار بقيادة ومتابعة مبارك بن محمد بن صرير، يتقدم مع ثاني المراكز بينما أتابع القادم في هذه اللحظات. وصل عزام مع ثالث المراكز لهجنم الزبار مبارك بن محمد بن صرير في المتابعة والتضمير، بينما أتابع القادم هناك من الجانب الآخر يصل عناد لهجنم الزبار بمتابعة جابر بن علي النجم المري، وخامس الأسماء يصل أدهم لهجنم الزبار، ويتابع في التضمير جابر بن علي النجم المري. هذه الأسماء الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط، ولكن هناك تحديات البداية، انطلاقات الصدارة مع الوسيل. لوسيل على البداية يقود هذه المجموعة، ينطلق في الصدارة لهجنم الزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع. هنا مع البداية والصدارة ينطلق الوسيل، وهناك من الجانب الآخر يصل معالج قادم مع ثاني المراكز لهجنم الزبار بقيادة مبارك بن محمد بن صرير، يتقدم هنا مع هذه اللحظات يغير إلى الصدارة والبداية، بينما يصل مع ثالث المراكز يصل أدهم لهجنم الزبار جابر بن علي النجم المري، يتقدم مع أدهم هنا مع ثالث المراكز، وعزام هناك من الجانب الآخر يصل لهجنم الزبار مبارك بن محمد بن صرير. خامس الأسماء وصول من عناد لهجنم الزبار جابر بن علي النجم المري، يتابع في التضمير، ولكن شوف الأسماء، شوف القادم هنا، أتابع الوصول من جلمود لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن الثاني، هادي بن جار الله يتابعه في التضمير القادم مع هذه اللحظات. المنضم هنا مع خامس المراكز في هذا الانطلاق في هذا التحدي، ولكن العودة إلى البداية، العودة هناك مع الصدارة. الوسيل، الوسيل يعود، يعود إلى البداية لهجنم الزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع، يغير وينطلق مع البداية والصدارة. معالج وصل قادم مع ثاني المراكز لهجنم الزبار مبارك بن محمد بن صرير، يتابع في التضمير، والقادم قادم أدهم، أدهم مع ثالث المراكز لهجنم الزبار جابر بن علي النجم المري، يتقدم مع ثالث المراكز. ثلاثية خطيرة في هذه اللحظات، ولكن عزام، عزام يصل مع رابع الأسماء لهجنم الزبار مبارك بن محمد بن صرير، وخامس الأسماء هنا تقدم من جلمود لسعادة الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، هادي بن جار الله بن علي بن جار الله، يتابع في التضمير. بدأنا بالاقتراب، الكل قادم في هذه اللحظات. الله الله يا الأسماء القادمة، الشعارات قادمة، ولكن العودة هناك مع الوسيل، الوسيل على الصدارة ينطلق مشاهدين الكرام، يقود هذه القعدان مع أول المراكز، ولكن معالج، معالج قادم
مع ثاني المراكز لهجن ام الزبار، وهنا يتقدم ادهم لهجن ام الزبار. جلمود ايضا بدا بالاقتراب الى اسماء قادمه، وتابع عزه يصل في هذه اللحظات لسعاده الشيخ فهد بين سعود بن فهد بن عبد العزيز، الثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران، يتابعه في التضمير قادم مع هذه اللحظات الى اسماء قادمه. الشعارات الكيل الاخير، ولكن لوسيل على البدايه، لوسيل مع اول المراكز لهجن ام الزبار. فاران بن محمد بن قريع في المتابعه والتضمير يقدم لوسيل، ينطلق لوسيل، وهنا معالج قادم مع ثاني المراكز لهجن ام الزبار. مبارك بن محمد بن صرير وهو تابع التقدم من ادهم لهجن ام الزبار. جابر بن علي النجم يتقدم مع ثالث المراكز، وهنا عزه لسعادة الشيخ فهد بين سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران. ولكن أعود مع البداية لوسيل على الصدارة، لوسيل يغادر بناموس هذا الشوط، لوسيل على مقدمة الشوط، ولكن الله الخطر القادم معالج وهنا وصول من أدهم أيضا قادم مع ثاني المراكز، ولكن لوسيل مع الصدارة. هجن أم الزبار هنا تظفر بناموس هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة. لوسيل مع الانتصار، الله يا بن قريع. هنا يقدم لوسيل تهانينا والناموس لهجن أم الزبار على هذا الفوز والانتصار، والتهنية لفاران بن محمد بن قريع. ثاني المراكز وصل أدهم لهجن أم الزبار، وثالث المراكز كان الوصول من معالج لهجن ام الزبار. رابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام جلمود لسعاده الشيخ فواز بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، وخامس المراكز وصل عناد لهجن ام الزبار. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام. تابعنا لوسيل من بدا ايضا هذا الشوط، وبدأ أيضا بانطلاق ممتاز، قام الشوط راس وانهى هذا الشوط راس. نهني هجن أم الزبار. توقيت لوسيل 7 دقائق 32 ثانية، 50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، والتهنية لفاران بن محمد بن قريع. ثاني المراكز كان الوصول من أدهم ب7 دقائق 32 ثانية، 76 جزء من الثانية. التهنية لهجن أم الزبار، ونهني ايضا مضمره جابر بن علي بن جابر النجم المري. ثالث المراكز وصل معالج ب7 دقائق 33 ثانية، 19 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن ام الزبار، والتهنية لمبارك بن محمد بن